ملكته أنت لا تعرفين رغبة قفز الحبل. ماذا؟ أنا أعرف أكثر منك. سأتركك قليلا وأعود، لا تقلق. إلى أين يا ملكة؟ مرحبا، ما اسمك؟ أنا اسمي ملكة. أهلا بك في حديقة حينا. ألا تستطيع أن تمشي ولا أن تتكلم؟ ألا تفعل أي شيء؟ ما بك؟ أنت غريب. انظر، إنها سهلة كثيرا. إذا أحببت أن تحرك يدك حركها هكذا، أما إذا أردت الكلام حرك فمك. أهلا ملكة، هيا نلعب. لو أحببت أن تحك ماذا تفعل؟ أنا عندما أشعر بها لا أتحمل. واحد اثنان هلا هوب. إلى أين يا ملكة؟ إنك غريبة اليوم. هل تريد أن تلعب لعبة قفز الحبل؟ هذه لعبة جميلة جدا. لم تقل لي ما اسمك. سأسميك صديقي. سوف نلعب ونمرح كثيرا. ما بك؟ ملكة غريبة جدا، ألست سعيدا؟ لقد عرفت المشكلة، أنت تحب الكرة أكثر. مجنونة؟ مهاجم الفريق مستعد للتسديد. الكرة مع الفريق الآخر ويسدد. هدف! لقد سجل هدف! 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 هل أنت سعيد؟ مرحبا. أيتها السيدة، تفضلي. هل يستطيع أن يأتي كل يوم لكي نلعب؟ لما لا يا ابنتي؟ شكرا. أهلا بك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Thank you.
شمال يمين، زهور في الرابع من فوق من تحت، شمال يمين، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. وكان سادي يحب المزرعة كثيرا، وكان يهتم بالأرنب والدزازة. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. طيري أيتها الطائرة، طيري طيري، دع لها الحبل لكي ترتفع. وهنا قالت له الأميرة: أنقذني يا قبطان، أنقذني، أنقذني. فقال له الخاطف: أنا خطفت الأميرة، أنا خطفت الأميرة، أنا خطفت الأميرة. وبدأوا بالمعركة وانتصر القبطان. وهنا أصبح سادي سعيدا بصديقته الجديدة. سبعة ثمانية تسعة عشرة، كف عندك. سبعة ثمانية تسعة عشرة، لا تتحرك. سبعة ثمانية تسعة عشرة، هل أفتح عيوني؟ هل أحببتها؟ هذه أنا وأنت. سوف نسافر إلى كل العالم. أرأيت؟ أنا طبيبة ماهرة، سوف تمشي. ياي ياي ياي. مرحبا مليكة. ما به؟ لا أعرف يا صغيرتي. لما هو حزين؟ يبدو متعبا، اسأليه أنت إذا أردت. ما بك؟ هل أنت متعب؟ حاولي أن تجعليه سعيدا، سأترككما وأعود. هيا نستمع لبعض الموسيقى.
أعيش معك. بدأ يمشي. أين هو؟ أنا أفضل طبيبة في العالم. ما بك؟ لما أنت صامتة؟ لقد اشتقت إليه. أهو عند الطبيب؟ ألا يريد أن يلعب معي؟ تكلمي، أين هو؟ لا أعرف ماذا أقول لك يا ابنتي، ولكن لقد صعدت روحه إلى السماء ولن تستطيع أن تريه مجددا. هذه لك. إلى اللقاء يا ابنتي. تركتني وصرت أنا وحيدة. لماذا يا صديقي هجرت روحي إلى السماء البعيدة البعيدة؟
مرحبا. أهلا، تفضل. السيدة مليكة معي؟ نعم، أنا هي. لقد قالوا لي أن لديك مركز لذوي الاحتياجات الخاصة، هل هذا صحيح؟ نعم، لدي مركز لذوي الاحتياجات الخاصة. كلمني غدا ونحدد موعدا إن شاء الله.